الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أود أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر العلمي، على هذا الملتقى العلمي والمنظمين القائمين، شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. مداخلتي كما مر على مسامعكم بعنوان النظرية المتعلقة بمهام التعلم وتطبيقاتها التربوية. فالمتعلم قد يواجه مشكلات أكاديمية تؤدي إلى رسوبه وفشله الدراسي، وتتبعها مشكلات نفسية وتعليمية تؤثر على هذا التلميذ. ومن بين هذه الصعوبات نجد صعوبات التعلم التي فسرها الباحثون في مجموعة من النظريات، واقترحوا حلولا للحد من هذه الصعوبات أو معالجتها، بل وقدموا أيضا تفسيرات مستقبلية. إذا توفرت في تلميذ ما فإن هذا التلميذ مستقبلا قد يعاني من صعوبة ما، سواء صعوبة في القراءة، في الكتابة أو في الرياضيات. يركز أصحاب هذه النظرية الخاصة متعلقة بالمتعلم على أن العمل المدرسي أو مهام التعلم يجب أن تكون ملائمة للأنماط المميزة للتلاميذ في القدرة على التعلم، إذ ينظرون للمعلم على أنه يمكن أن يكون سبب في حدوث هذه الصعوبات إذا لم يقدم استراتيجية مناسبة للتلاميذ ولم يراعي الفروق الفردية بين التلاميذ أثناء تقديمه للدرس، ذلك بتدريسه لهم بطريقة لا تناسب سنهم أو قدراتهم العقلية والفكرية. وقد انقسم أصحاب هذه النظرية في تفسيرهم لصعوبات التعلم لاتجاهين هما: الاتجاه الأول وهو الاتجاه المتعلق بالتأخر في النضج أو بطء النمو، إذ يذهب أصحاب هذا الاتجاه في تفسيرهم لصعوبات التعلم إلى أنها تعكس بطئا في نضج الإدراكات البصرية والحركية واللغوية وعمليات الانتباه التي تميز النمو المعرفي للتلاميذ. وبما أن كل تلميذ يعاني من صعوبة التعلم لديه مظاهر مختلفة من جوانب بطء النضج، فإن كل تلميذ يختلف عن الآخر في معدل نضجه وأسلوب اجتيازه لهذه المراحل. وكما ركز أصحاب هذا الاتجاه أيضا على أهمية التعلم السليم والنضج في مرحلة النمو، فكل واحد منهما يعتمد على عدة مراحل، منها مختص بالنمو الداخلي للفرد، ومنها مختص بالوسط والبيئة الاجتماعية التي ينمو فيها هذا التلميذ، ومعرفة النضج والتطور المعرفي الطبيعي عند التلاميذ. فالبعض من الأهالي يقومون بدفع أطفالهم للقيام بمهام أكاديمية تعليمية قبل أن يكونوا جاهزين لها، مما يرفع من حدث معالجة بعض هذه الصعوبات. نلاحظ في بعض الأهالي لدينا في سن العامين إلى 3 سنوات يمجه ابنه لمدارس تحضيرية رياضة الأطفال، هم يعلموهم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، والطفل القادم ما يكونش مستعد لها. كاين بعض الأطفال صح يتعلموا، بصح كاين بعض الأطفال ما يتعلموش، كاين فروق فردية بين التلاميذ يجب على الأهالي أن يراعوها. وحسب العديد من الدراسات التي أجريت في هذا المجال، فقد أجمعت نتائجها على وجود فروق فردية دل إحصائيا بين التلاميذ العاديين وتلاميذ ذوي صعوبات التعلم من حيث نطقهم ولغتهم. ويمكن القول بأن الفجوة بين التلاميذ العاديين وذوي صعوبات التعلم تزداد بازدياد العمر والنضج العقلي والفيزيولوجي، بحيث أن صعوبات التعلم إذا لم يتم معالجتها ستستمر مع الطفل مع مختلف مراحل عمره. ويرى جون بياجي أن النمو المعرفي يحدث في 4 مراحل، هي المرحلة الحس الحركية التي تمتد من الولادة حتى 2 سنوات، وهي المرحلة التي يتعلم فيها التلميذ الحواس والحركات ويتفاعل مع البيئة المادية الخاصة به. المرحلة الثانية وهي تبدأ من 2 سنوات حتى 5 سنوات، ويبدأ التلميذ فيها بالتفكير دون رموز، وتصبح اللغة جد مهمة لديه، ويتعلم خصائص العالم الذي من حوله وصفاته. المرحلة الثالثة وتسمى بمرحلة العمليات المادية أو المحسوسات أو المجردة، تكون من 5 إلى 6 سنوات، يدرك فيها التلميذ المفاهيم ويستخدم بعض العمليات المنطقية كترتيب الأشكال حسب الوزن، الحجم والطول. المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة العمليات الشكلية أو الرسمية، تبدأ من 11 سنة فما فوق، يتمكن فيها التلميذ من القدرة على التعامل مع المجردات والنظريات والعلاقات المنطقية دون الحاجة إلى الرجوع للأشياء الملموسة ويحل المشكلات، وهو ما ركز عليه أصحاب هذه الاتجاه. أما الاتجاه الثاني الخاص بالأساليب المعرفية، فيرون بأن التلاميذ ذوي صعوبات التعلم يتمتعون بقدرات سليمة، لكن أساليبهم المعرفية غير ملائمة لهدف الدرس، وقد تؤثر على النتائج التي يتوصلون إليها من التعلم، وأنهم ليسوا أقل مستوى أو قدرة من أقرانهم العاديين، ولكن يختلفون عنهم في أساليب استقبال المعلومات وتنظيمها والتدريب عليها أو تذكرها.
بالإضافة لأن هؤلاء التلاميذ يتعلمون بشكل أفضل حينما يستخدم المعلم أساليبهم المعرفية المفضلة واستراتيجيات تمكنهم من استرجاع الدروس. ومن النظريات التي تناولت هذه الأساليب لدينا نظرية الذاكرة، حيث قسمت الذاكرة لدى التلميذ إلى ثلاث أنواع، وهي وحدة استعمال المعلومات وتصنيفها، وحدة تخزين المعلومات والاحتفاظ بها، وحدة استرجاع المعلومات، وحدة استرجاع المعلومات واستدعائها. فالتلاميذ ذوي صعوبات التعلم يعانون صعوبة في تذكر الأشياء سببها عدم القدرة على استعمال قدرات الذاكرة الطبيعية. وقد لاحظ الباحثون في هذا المجال أن التلاميذ ذوي صعوبات التعلم قد يكون أداؤهم ضعيفاً في امتحانات الذاكرة، ومن واجب المعلم مراعاة هذه الفئة أثناء التدريس وأثناء إجراء الامتحانات. أما حسب النظرية الإدراكية فإنه يمكننا تصنيف صعوبات الإدراك لدى التلاميذ في هذا الاتجاه إلى الإدراك الكلي أو الجزئي، ويقصد به الاختلاف بين التلاميذ في إدراك الأشياء بصفة كلية أو جزئية. الإدراك البصري إذ يواجه التلاميذ ذوي صعوبات التعلم صعوبة في التمييز البصري، ليس لأنهم ضعاف البصر أو كسر البصر أو توجد خلل قرنية أو ميل قرنية، ولكن قد تكون لديهم صعوبة في التمييز بين مثيرين بصريين أو أكثر في الخصائص المتعلقة بها. الإدراك السمعي يتمتع بعض التلاميذ بحدة سمع عالية، لكنهم يفشلون في تحديد الاختلافات والشبه بين درجة الصوت وارتفاعه، وهو ما يعد ضروريا في تعلم القراءة والهجاء. الإدراك اللمسي، فالتلاميذ الذين يعانون من خلل في حاسة اللمس يجدون صعوبة في أداء المهمات التي تتطلب تناسقا في استخدام الأصابع كتجنب النار مثلا. الإدراك الاجتماعي إذ يواجه بعض التلاميذ صعوبات التعلم في صعوبة في استقبال المعلومات الشخصية، وتواجهه مشكلة إصدار الأحكام الاجتماعية وكيفية التأقلم أو التكيف مع الوضع الاجتماعي وكسب الأصدقاء. هذه أنواع الإدراكات الستة التي تم ذكرها قد يعاني منها أطفال ذوي صعوبات التعلم باختلاف نوع الصعوبة وحدتها ودرجتها. التطبيقات التربوية للنظرية المتعلقة بمهام التعلم، بالحديث عن التطبيقات التربوية لهذه النظرية داخل الغرفة الصفية بالنسبة للمعلم، نجد بأنه يجب على المعلم أن يفهم الطريقة التي يفكر بها التلاميذ والطريقة التي يسترجعون بها المعلومات، إذ يجب عليه أن يدرك جميع التلاميذ في القسم الواحد كل تلميذ على حدة، وأن كل تلميذ لديه مراحل نمو ونضج خاصة به تختلف عن الشخص الآخر. ومما يجب مراعاته من قبل المعلم داخل الغرفة الصفية ما يلي: إيجاد المهارات المناسبة للمستوى المعرفي لجميع التلاميذ، تحفيز وعلاج المهارات الغير ملائمة لاستخدامها في تعلمات أخرى، مراعاة المراحل المعرفية السابقة للتلميذ ووضع خطط تتناسب معها، مراعاة الخصائص النمائية المختلفة للتلميذ، العمل على تحسين تذكر المعلومات واستخدام الذاكرة، تدريب التلاميذ على عدم التسرع أثناء الإجابة والتفكير الجيد. وفي الأخير يجب أن ننبه بعض الأهالي والمجتمع والمعلم والأخصائيين المعالجين لذوي صعوبات التعلم الأخصائيين المناسبين لمعالجة ذوي صعوبات التعلم إلى تدارك هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع ومحاولة علاجهم وعدم التنمر عليهم، كما هو ملاحظ في المجتمع الجزائري أي طفل يعاني من صعوبة في التعلم أو يعاني من تأتأة أو يعاني من صعوبة في إيجاد الجواب المناسب للسؤال المناسب يتم التنمر عليه أو يتم التقليل من شأنه أو يتم وصفه بمواصفات غير لائقة. لذلك يجب مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين التلاميذ والنمو الشخصي لكل تلميذ. ونرجو قد وفقنا ولو قليل في طرح هذه النظرية وتفسيراتها لصعوبات التعلم، مما قد يفتح للمعلم آفاق جديدة تمكنه من التأقلم مع هؤلاء التلاميذ والتعامل معهم دون تمييز أو إهانة لهم. ونكون بهذا القدر قد ساهمنا أكثر في إن شاء الله في تدارك صعوبات التعلم. كما ننبه رجاء من الأساتذة، طبعا معظمهم هنا أولياء أمور، أن لا يهملوا أطفالهم وأن لا يتركوهم لأكثر من ساعة واحدة أمام الأدوات التكنولوجية، لأنها أكثر المسببات لصعوبات التعلم. وإذا استعملت فيجب أن تعمل تحت وصاية من أحد الوالدين أو تحت مراقبة من أحد الوالدين أو الإخوة الكبار، بالإضافة إلى أنه يجب رفع معنويات الطفل وتعزيزها أثناء مشاهدته لتطبيقات التعلم أو تطبيقات التعلم كالحروف والأبجديات أو الرياضيات أو الحساب أو اللغة الفرنسية والإنجليزية، يجب أن تكون متابعة من أحد الوالدين. بالإضافة إلى يجب أنه
نرجو من بعض الأهالي أن لا تتم مقارنة أبنائهم بأبناء الجيران، أو أنت لا تمتلك مستوى تعليمي كأخيك أو أخيك أكبر منك في الذكاء، أو أخيك يدرس أكثر منك، أو ابن الجار أو ابن العم أو ابن الأخ. نرجو أن يتم التنازل عن هذه المقارنات، لأن كل طفل له خصائص نمو خاصة به. والسلام عليكم. Je vous remercie pour cette présence.